تواصل مصانع بنجر السكر توريد البنجر من الموردين، حيث أكد المسؤولون أن المصانع سوف تستقبل ما يصل إلى 12 مليون طن بنجر تنتج 2 مليون طن سكر. يتواصل توريد بنجر السكر الى المصانع وسط تسهيلات كبيره وجه بها المسؤولون، سواء في دفع المستحقات او بتسهيل الاجراءات التي تم ميكنتها كامله. بيتم انهاء مستحقات المزارع فور وصول شحنته في خلال 72 ساعه، بتكون جاهزه للارسال للبنك. يتوجه المزارع بعد ذلك الى البنك في اليوم التالي، يجد مستحقاته في البنك الموجه من قبل إدارة الشركة عليه لصرف مستحقاته. هذا الموضوع لا يستغرق مع المزارع أيام معدودة ويكون حاصل على كل مستحقاته. فمن الفيوم إلى المصانع الثمان الأخرى إلى الدلتا للسكر، تتقرر الصورة أمام المصانع، توريد كثيفة وإنتاج سوف يصل إلى المليون طن من السكر. المساحة المنزرعة والمتعاقد عليها 111 ألف فدان، اللي ادونا 2.4 مليون طن بنجر، ادوني حوالي 325 ألف طن سكر، 130 ألف طن ملاس، 140 ألف طن تفل بنجر. وبحسب القائمين على الأمر فإنه من المتوقع إنتاج ما يزيد عن 13 مليون طن بنجر هذا العام، إنتاج طورت له المصانع لزيادة الكمية الموردة وتقليل نسب الفاقد. الإنتاجية المتوقعة لل 2.4 مليون طن بنجر. الدلتا السكر بتستقبل يوميا 21 ألف طن بنجر يوم، متوقع إنتاج 350 ألف طن سكر السنة دي بإذن الله. فإنتاج الفدان الواحد زاد عن 20 طن، رقم وفر للمزارع الكثير بعد زيادة أسعار التوريد إلى 1000 جنيه هذا العام وتحمل المصانع الكثيرة من تكلفة الصناعة. احنا بندعم المزارع في العروة الأولى بدعاوى مجانية، وعندنا دعم التقاوي كلها، دعم المبيدات بصفة أجلية بالنسبة للمزارعين. بنت السكر بقى 40 جنيه بدل 25 جنيه السنة اللي فاتت، الشوايب 20 جنيه من 10 جنيه السنة اللي فاتت. عندنا دعم الخدمة ودعم النيلون. كان السنة اللي فاتت سعر الطن 500 جنيه، السنة دي أساسي 800 جنيه خلاف العلاوات 180 جنيه. سعر بنت السكر بسم الله ما شاء الله النهاردة بقى بالسنة دي بقى ب 40 جنيه للفلاح. بعد كده البنجر بيخش يتوزن، وبعد كده بيخش الحسابات، المندوب بيجيب لنا شيك بنصرفه من البنك. وما بين حالة الرضا تلك وزيادة الإنتاج تكون الدولة قد أصابت هدفين بسهم واحد. بإطلالة كل صباح تبدأ مصانع بنجر السكر في استقبال المحصول المورد من المزارعين لإنتاج ما يصل إلى المليونين طن سكر، يصل بذلك الاكتفاء الذاتي من السكر سواء من البنجر أو قصب السكر إلى 90%. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية.